يقول سمعنا من بعض العلماء من يثني على بعض الأحزاب التي دخلت إلى هذه البلاد ويزعم أنهم يدعون إلى طريق الله وعلى طريق مشروع، فهل هذا القول صحيح؟ نودنا بهذا، ودنا أنهم يدعون إلى طريق الله ويدعون إلى طريق مشروع، ولكن هل هذا صحيح؟ يحتاج إلى نظر، ننظر في دعواتهم ومناهجهم ونشوف هل هي كما قال هذا القائل أو لا. الدعوة ما تكفي، لابد من التحقيق في هذا. نعم.